سؤال حلقتنا النهارده من ملاعب الابطال، من اللاعب الذي رحل عن يد الزمالك وكنتم بتتمنوا استمراره مع الفريق؟ خليني سريعا استعرض مع حضراتكم ردود افعال متابعينا على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه باون تايم سبورتس وايضا برنامجكم ملاعب الابطال، وهبدا مع سمر البدراوي بتقول مساء الخير عليك، كنت اتمنى محمد ممدوح هاشم. طارق فرحات بيقول كريم هنداوي، طبعا كريم هنداوي دلوقتي محترف وما كانش مع الزمالك. زياد عصام ابو الفتوح بالتاكيد محمد ممدوح هاشم يتميز بالمهاره في اللعب. جو يوسف يحيى خالد وممدوح هاشم. امير قدري بيقول محمد ممدوح هاشم ويحيى خالد. حسن بيقول محمد ممدوح هاشم ومحمد سند. صيام رمضان بيقول كابتن محمد ممدوح هاشم بكل تأكيد. إبراهيم البسيوني بيأكد على أن يحيى خالد أحد اللاعبين اللي كان بيتمنى استمرارهم.